بسم الله الرحمن الرحيم. فرصة طيبة نلتقيكم عبر هذا اللقاء، كان بدي أكون معاكم. أولا مبارك لكم التأهل لكأس العالم، يعني هذا منجز كبير وإن شاء الله تأسيس لمنتخب المستقبل. احنا عندنا شغل مع كابتن عدنان، مع الوزير، مسولفين سابقا انه كرة القدم بالنسبة لنا أولوية، مثل ما الخدمات، الاقتصاد، الرياضة بالنسبة لنا أولوية لهذه الحكومة. وأفضل يعني نقطة انطلاق للكرة العراقية هو أنتم، هذا المنتخب، على الاستحقاقات القادمة اللي تنتظرنا إن شاء الله. هذا منتخب المستقبل. فوزكم والتأهل لكأس العالم يعني أفرح الشعب العراقي كله. اليوم انتم على هالمجموعه، على هالاداء، وان شاء الله على خطه المدرب والالتزام بها، ممكن تحققون الفوز، مو مستحيل. واكيد اوزبكستان انتم شفتوها وعرفتوا، لعبتوا وياها اول لعبه، ممكن ان شاء الله ان تحققون الفوز حتى تكون الفرحه فرحتين. انا قبل تحدثت مع اخوانكم بالمنتخب، احنا كحكومه علينا الدعم وانتم عليكم البطولات، مو صحيح ابو حيدر؟ فان شاء الله ان شاء الله يعني موفقين. شكر جزيل للكابتن عماد، للاداريين، للفنيين، وللابطال. نريد اليوم علي وحيدر ومحمد يكونوا شويه يرفعون التهديف مالهم. ان شاء الله بالتوفيق. شلون المعنويات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سيادة الرئيس. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا اكيد بما انه انت متابع لنا يعني الى حد كبير، يعني من خلال معرفتك باللاعبين ومعرفتك بكل الامور اللي جاي تصير، اكيد احنا على قدر المسؤولية ان شاء الله بتحقيق انجاز للكرة العراقية. الانجاز الاول اللي يتحقق خلال هذه البطولة هو التأهل الى كأس العالم. الانجاز الثاني اللي هو نعتبره اهم فرحه جمهورنا وعراقنا وشعبنا، الحصول على الكاس ان شاء الله. المعنويات عاليه ومرتفعه جدا، اللاعبين كلهم جاهزين ان شاء الله، احنا كجهاز فني جاهزين لتمثيل بلدنا. انت داعم كبير بالنسبه للرياضه وهذا مهم جدا للكره العراقيه، لان الكره العراقيه بال 20 سنه الاخيره مرت بظروف صعبه، وهاي الظروف احنا ما نريد نتكلم فيها اليوم. اكيد ان شاء الله يكون بلقاء خاص عن طريق المسؤولين اخواننا بالمكتب التنفيذي يشرحون كل الامور اللي جاي تدور. احنا كجهاز فني من جانبنا ان شاء الله مجهزين الفريق واللاعبين جاهزين ابطال، وان شاء الله نحقق النتيجه ترضيكم وترضي شعبنا وترضي جماهيرنا وترضي العراق كله ان شاء الله، ترضي الوطن العربي بصوره عامه. بارك الله بك، بيكون بركه ان شاء الله. بيكون بركه. سيادة الرئيس احنا نشكرك كل شيء واي على دعمك وحايتك واهتمامك رغم مشاغلك. نعم بالعكس. الحقيقة أنا متأكد اليوم الشباب هدفهم الرئيسي هو إسعاد شعبهم وأهلهم وناسهم. وخاضوا هم مباراتين قبل هاي المباراة، هاي المباراة النهائية أنا من وجهة نظري أصعب حتى من مباراة اليوم. لكن هذا لا يعني أنه اليوم هذا الفريق أيضا يلعب أمام أرضه وجمهوره. واحنا عندنا خبره كافيه ويا الاخوان المدربين وحتى اللاعبين عندهم خبره كافيه باللعب امام منتخب اوزبكستان، فان شاء الله يكونون على قدر المسؤوليه المقاد على عاتقهم ويسعدون شعبهم. وهديتهم انا ادري انت ما تقصر، بالعكس انت كريم وراح تعطيهم اللي حتى اليوم ما متوقعين. اكيد الله يحفظك. فاحنا نشكرك شكر جزيل على يعني هذه الفرصه اللي اتحتها لأبنائك اللاعبين للحديث معهم بشكل مباشر. إن شاء الله اليوم نحتفل بفوزكم، وراح تكون فرحة لكل أبناء الشعب. فالكل يباوع لكم، وشفتوا آثار بطولة الخليج، آثار لله الحمد إيجابية على نفسية الشعب العراقي بكل أطيافه، انعكست على وضعنا الاقتصادي، على الاستقرار، على سمعة العراق. واليوم ان شاء الله تكملون هذه الفرحه. اتمنى لكم التوفيق. انتم انا عندي يقين تقدرون تحققون الفوز. التزموا بالخطه وتوكلوا على الله، وان شاء الله اليوم نسمع البشاره من عندكم. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. شكرا
شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.